السلام عليكم ورحمة الله. كما شاهدتوا وعينتوا على أن اليوم ظهر واحد القارب من القوارب ديال الموت اللي وللأسف الشديد المغرب ولا كيعرف منه واحد العدد كثير، ماشي أول مرة، ماشي ثاني مرة، ماشي ثالث مرة، وإنما عشرات المرات اللي كنشوفوا المشكل ديال 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 قوارب الموت اللي كيخرجوا لنا في الشواطئ، نوبة في زناتة، نوبة في جديدة، نوبة في آسفي، نوبة في محمدية، كل مرة كيخرجوا فكاك لله في سبيل الله، وإنما جاء بإكراهات وجاء بواحد الضغوطات اللي ولاو كيعيشوها الشباب ديالنا، وماشي يعني داك الشباب اللي ميؤوس منه، شباب فريعان ديال الشباب ديالنا، يالله قالوا بسم الله، ولاو كيفكروا في الحلم ديال أوروبا، النيل ديالو أولا توصلوا. خصك تمر في واحد المراحل، واخطر مرحله هو هذا البحر. هذا دابا المشكل ديال القارب، حنا ما عارفينش اصلا شكون اللي كانوا فيه، واش كانوا فيه افارقه، واش مغاربه، واش ولاد المنطقه، واش ولاد الدكاله، واش ولاد عبده، واش ولاد شياضمه. Thank you.